هناك قصة طريفة في هذا الصدد. هذه القصة في الحقيقة أنا لا أعرف إلى الآن مصدرها، قرأتها في أحد الكتب وعزاها إلى مجلة المنار للشيخ رشيد رضا، وذهبت إلى مجلة المنار وكان معي بعض الإخوة ونكتناها ورقة ورقة فلم نجد هذه القصة، والحقيقة سأخبركم بها لعلكم تأتوني بمصدرها الدقيق. هذه القصة مفادها أن الفرنسيين لما استولوا على ديار الجزائر وأحدثوا انقلابا هائلا في الجزائر، غيروا اللغة الجزائرية والثقافة الجزائرية والعادات الجزائرية، غيروا المجتمع الجزائري تماما. وكان من جملة ما أحدثوه أنهم أخذوا بعض من الشباب والفتيات صغار السن إلى باريس، شباب صغير، عيال صغيرين 10 سنين مثلا، وقعدوا هناك مدة من الزمن 5 6 7 سنين. باريس، وما أدراك ما باريس؟ عري، تفسخ، خمر، إلحاد، اختلاط، كفر بالله سبحانه وتعالى. ودول هيرجعوهم بعد كده إلى الجزائر بحيث ان هم يكونوا دعامة من دعائم نشر الحضارة الغربية في الجزائر، زي ما بيحصل الآن. يعني قرأت بأن إسرائيل قامت بتدريب 20,000 شاب إفريقي، حيث أنجزوا في تل أبيب كلية الدراسات العليا في تخصصات متعددة، ثم رجعوا إلى بلادهم ليحتلوا بها مناصب عالية. سيكون ولاؤهم إلى من؟ إلى من؟ ولذلك عندما نفاوض في مسألة النيل بنجد مشاكل كثيرة في الكونغو وفي كينيا وفي السودان وفي إثيوبيا. هذه المشاكل سببها الأيدي الإسرائيلية التي تعبث في الخطوط الخلفية لديارنا. المهم، جابوا الطائفة من الشباب والفتيات دول، وزير المستعمرات الفرنسي قال النهاردة بقى هيبقى اليوم العالمي، وهتشوفهم بقى ان ازاي ان احنا في فرنسا استطعنا ان احنا نمسح الهوية الإسلامية من اذهان الشباب باخضاعهم لعدة برامج ثقافية، برنامج كذا المعدل بكذا والبرنامج كذا المعدل بكذا. في ناس كده بتبقى مولعة بالبرامج، برنامج واحد واثنين، والبرنامج واحد ده له 19 حلقة وكل حلقة لها 15 موضوع، وكل موضوع له 20 فصل، وكل فصل له 15 مطلب، وبعدين تنتهي من هذا البرنامج تروح برنامج أعلى. المفترض تطلع من البرامج دي الإسلام ممسوح من عندك تماما. كانوا يظنون أن الفتيات سيدخلن بالصورة الإباحية الفجة، وكذلك الشباب يعلنون براءتهم من الإسلام وأهله. ثم أزيح الستار فإذا بالفتيات يلبسن الحجاب، وإذا بالأولاد يهتفون بأعلى صوتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأسقط في أيديهم وعلموا أن الإسلام لا يقدر عليه أحد. بالفعل